كيف الشعب اللبناني مبسوط لهالدرجه؟ اخوان انتم متى بتزعلوا؟ يعني انتم ما شاء الله عليكم كشعب لبناني، ايمتى بزعل؟ ثوره وفيها كل انواع الانبساط. اذا انت عارف لو الثوره هاي اللي عندكم تصير عندنا في الاردن ثلاث ايام بس، نص الشعب بنتحر بعديها، حقق كل امانيه. نص اي نص فوق الامنيات اصلا، احنا ما بدنا ولا شيء، بس بدنا الثوره هاي ثلاث ايام عندنا. اذا دي جي دبكه، رقص، سب، ضحك، مزح، نكت، كل شيء خلص. انتوا عملتوا كل شيء، انا مكانكم بنتحر. انتوا هسه حققتوا مطالبنا. احنا لو نزلنا ثوره حنطلب الاشياء اللي انتوا بتعملوها. بدنا نرقص يا اخوان، بدنا نضحك، نيالكم والله العظيم انه بتنحس الانبساط هذا اللي موجود. من وين بتجيبوه؟ يعني كيف تنزل وهم زعلانين مبسوطين؟ والله انه بطلع لكم، قال دائما بيحكوا لك الشعب اللبناني ايش شايف حاله. طبعا حقه يشوف حاله، يا زلمه ثورته انظف من مهرجان عندنا. كيف هيك انتم؟ يعني مش عارف والله اني مش زعلان، يعني زعلان علينا ومبسوط لكم. الله يتمم لكم هالثوره وان شاء الله انها بتطول عشان نضلنا مبسوطين زي هيك. المهم يا جماعه الخير، انتم اكثر شعب بيستاهل الحياه وحياه الله، بيستاهل انه تكونوا مبسوطين، بيستاهل انه تكونوا دائما معاكم فلوس. لا مش عارف، انت معكمش فلوس وهيك مبسوطين؟ على الحرام لو نعطيكم مصاري مش عارف شو يصير، مصيبه ده. يعني انا اتاكد الله له حكمه انه مش اعطيكم مصاري. كثير مبسوطين ما شاء الله عليكم، الله يعدينا ويعدي الصندل اللي هلا وريتكم اياه ويحميكم بام هالثوره.